شبح هادي صباح النور. صباح الخير سميرة، صباح الخير المشاهدين الكرام. أنا متنتسائل من البارح كيفاش هاد الكيكة بالخليع أو الحلوة بالخليع. هي سهلة في الحقيقة، تنديروا الخليع، تنديروه أومليت، تنأكلوا معه الخبز، تنديروا معه البيض، تنديروا معه الأعشاب. واش كل شيء كاين في الكيكة؟ كل شيء كاين في الكيكة، بلا ما نستحقوا نطيبوا ونضيعوا البوطة ونضيعوا كذا. هذه طريقة سهلة، ما تاخذش بزاف ديال المقادير، دائما هي تمشي. إلا كنا غادي نديروا 100 ملغرام ديال الزيت، كل شيء يمشي 100 غرام من غير الدقيق اللي تاخذ 200. كنا غادي نديروا 200 تتمشي 200 200 على حسب الحجم. غير الدقيق اللي غياخذ 400 يعني تندوبلو. دونك هالطريقه ما تاخذش بزاف ديال هاد البيضات. 100 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال الخليع، 100 غرام ديال الزيتون الاسود وتنقطعوه. واش هذا الخليع ولا اقريش؟ لا هذا الخليع، انا طحنته باش ما يعطينيش ديك النسمه. البارفو اللي كنديروا الخليع، علاش الخليع؟ البارفو كيكون قاصح، كاين الطريقه فاش كنصايبوه مثلا من القديد حتى تيرجع سميتو، كيكون قاصح ملي تنديروه حتى ملي تنقطعوه ما تعطيناش ذاك المنظر. الا طحناه هكذا، ومن الاحسن نديروا ديال زيت العود اللي كيكون مخلع في زيت العود في الشحمه، لان الشحمه بارفو كاين اللي ما تيصفيهش، كيبقاو ذوك الخيوط ما كيعطيناش ديك الطريقه. صعيبه تاكل الشحمه الشحمه الكلاوي، عرفتي شحال فيها من سميتو، والطريقه حتى ديال تنشاف بارفو اللي كيخليه واحد المده طويله هو في الشمس. يعني نورمالمون عنده واحد من 9 حتى 6 ماكسيموم، وكيكون في واحد يعني واحد الدرجه نازله معينه ما تكونش ديك الحراره بزاف. دونك حنا غادي ناخذ واحد 3 البيضات، باش نضربوهم مع الحليب. طريقة سهلة ما تتاخذش الوقت بزاف، وحتى دونك هذا كيك مالح ياك؟ كيك مالح ما فيهش السكر. تناخذوا 3 البيضات، تنزيد عليه واحد 100 غرام ديال الحليب. ملي تنزيد عليه كنضربهم واحد 2 دقائق 3 دقائق غير ذاك البيض باش يتدرب ليا مزيان، ما يبقاش شاد، يعني خصو يتدرب مزيان مع الحليب. من بعد ترجع تناخذ مول بحال هذا الشكل، هذا تندير فيه الدقيق، واحد 200 غرام ديال الدقيق. تندير فيه واحد قبصه ديال المليحه، ماشي بزاف حيت الخليع مالح والزيتون كذلك مالح، غير باش تعطينا ديك الهشاشه ديال الكيكه وداك الشيء. وتندير واحد 2 عواشق ديال الخميره ديال الحلوه. من بعد تنجمع هذا الشيء مزيان غير بشي عشق بحال هكذا، تنزيد ليه واحد 100 غرام ديال الزيتون. الطريقه هذه. من بعد تنزيد ليه الخليع واحد 100 غرام حتى هو، وتنبقى ندورها بهذه الطريقه هذه حتى كيتحل كامل، هذا الشيء هذا. اكيد تنصوبوا الرغيفات بالخليع، فلما لا كيك بالخليع؟ وكنزيد الزيت شويه بشويه، 100 زيت بلديه، 100 غرام ديال الزيت بلديه، باش كتعطيني ديك النسمه، ديك يعني ديك النكهه ديال سميتو، ديك المروريه كتجي غزاله تبارك الله. ندير الزيت بهذا الطريقه هنا. من بعد كنجمع هذا الشيء هكذا غير واحد شويه، ومن الاحسن ديروه باليد. هذا اكيد كناخذ الحليب والبيض اللي ضربت. ماذا بك سميرة تبقى تزيدي شويه بشويه الا جات على خاطرك؟ نبقى نجمعها بشويه بشويه، صافي حتى كنجمع هادشي كامل. ريحه الخليع عطات ومازال عاد الخليع ديال زيت العود. صافي حتى كنجمع هاد الطريقه هنا، خص ما تجينيش جاريه بزاف وما تجيش قاسحه بزاف. تنعرفوا كيكه خاصها تكون رطيبه سختي سميرة. حتى كنجمع هاد المقادير كلهم بهاد الطريقه هذه. زيدي دابا كله الله يعطيك الخير، زيديها كامله. صافي كنبقى ندور بحال هكذا، لان مازال ملي غادي نديروها في الفران غادي تحل وتعطينا داك الشيء اللي بغينا. ندور بحال الطريقه هذه، تني واحد 5 دقائق ديال التحرك بحال هذا الشكل هذا، حتى كيتجانس كل شيء هذا الخليط هذا. وما ربما بارفو كيجيكم داك الخليع اللي درناه ديال الشحمه تيجي شويه مجهد، حاولوا ما امكن تحيدوه، بيتوه في الماء، واخا يكون فيه الزيت يكون ديك الشحمه، بيتوه في الماء باش يجيكم سهل في الطحين، لان هو ديجا شارب الملوحيه ديالو مزيان.
جمع بهذه الطريقة. طبعا الناس اللي سيعانيوا من مشاكل في القلب اللي تكلمت عليها الدكتورة بن حيود طبعا يبعدوا على كيك بحال هذا بالنسبة للكوليسترول ارتفاع الضغط الدموي. واسمحي لي دابا بحال هذا الشيء هذا مثلا احنا عندنا تقاليد المغرب وتناكلهم ما فيها باس مثلا الا درنا واحد المرة في الشهر او مرة في احنا اللي خرجنا في المغرب هي ما فيها باس مرة في الشهر صحيح مرة في الشهر ما نحرموش يعني حتى لا كونتيتي هذا الشيء الا خديتي واحد المرصة ما غاديش يأثر فيك اكيد ما غاديش يأثر فيك وحتى مثلا كي كنديروا الكيك بالسكر كيقول لك كتكثروا السكر ولا ما تكثروش السكر ما تين خديتي امورس وما غاديش يكثر فيك لان واحد تما فاش بقات خاصنا نكتفيو بهذاك الطريف دونك تنديروها حتى كي جات الخليط بحال هكذا تناخذ واحد المول اللي كان ديجا دهنتها بواحد 15 غرام ديال الزبده على الطريقه هذه تندهنوا داك الشو ديال الدقيق وتنهز الخليط الفراح بحال الطريقه هذه نشبحها كامله الفران لمدة لمدة ساعة ساعة وربع درجة 160 شوية عليها الطريقة هذه دونك تنهزها تنهزها واحد شوية بحال هكذا كالعادة وندخلها للفران تتنفخ هذه الكيكة مزيان تتنفخ شي شوية مزيان تتجي عامرة لأن كدوبل ديالها دونك حنا غادي نوريكم الطريقة النهائية باش خرج داك كيخرج لينا الكيكة وكنقدموها بالصحة والراحة يعطيك الصحة شكرا لك بزاف على الفكرة أولا وعلى هذا التقديم هذا شكرا لك شاف الهادي بقاو معنا مشاهدينا نمشيو اللحظة عند الهدى جنان وفقرة النصائح اليومية طبعا هدى جنان صباح النور صباح النور سميرة صباح الخير عليكم جميع اليوم غتنفعينا في الكوزينة يعني ندير شوية التاويل في الكوزينة الأكيد سميرة فكنعرفوا بأن عندنا السيدات مشكل كبير في الكوزينة لأنها غدوك صغار وما كنكونش عندنا بزاف ديال التيسع باش يمكننا نحطوا هاد الخضر اللي كنجيبوها من المارشي تبارك الله كنعرفوا بأن المغرب غني بهاد الخضر اللي هي طرية ولكن كيبقى المشكل كيفاش غادي يمكننا ننظموها في داخل المطبخ ديالنا أول حاجة كنعرفوا بأن القزبر والمعدنوس والنعناع ما خصناش نهائيا نديرهم في الثلاجة وهما ما منقينش دونك أول حاجة نقيوهم منقين ما يعنيش أنهم مغسولين كنغسلهم تتغسليهم لان علاش شي مرات كيكونوا معنا في الدار الاطفال اللي ما غاديش ياخذ الوقت باش غادي يمشي يغسل النعناع ويقدر يهزو نيشان ويديروا ويطبخ فيه هذا الاتاي دونك حنايا انا كل حاجه كتجي للدار كتغسل كتمسح مزيان خاصها تنشف وكتنشف وكدار في الثلاجه دونك هنايا غادي نوريكم دونك هنايا النعناع كما شفتوا منقي ومغسول كناخذ واحد المنديل اللي هو نقي وكنشدوه وكنلويوه فيه منديل يكون شويه مفزق شي شويه يعني مبرد اميد فوالا وكنديروه بحال هكا داخل الثلاجه كذلك القزبر والمعدنوس لان ملي كنديروه في الميكا هو ما منقيش كياخذ لنا بعدا كياخذ لنا البلاصه كثيره وكما كنعرفوا بان كيكون فيه التراب كيدير واحد التعفنات اللي كيقدر يدير حتى الفطريات حتى داخل الثلاجه كيولي عندنا مشكل ديال النظافه بالتالي ضروري ما هادشي كلشي يتنقى كما قلت لكم يدار في واحد المنيدلات اللي هما نقيقين وكنديروهم على هذا الشكل هذا بالتالي كتجينا حتى ملي كنبغيو نطيبو كتجينا القضيه سهله لان هادشي كله كيكون نقي ومغسول كذلك وعلى فكره يعني حتى الخص نقدروا نديروا ليه نفس الطريقه اكيد فهادو ملي كنديروا لهم بحال هكا بحال دابا القزبر والمعدنوس الا ما نقيناهمش كنخليهم في الثلاجه بالميكا وهذه ما خصناش نهائيا نديروها كيبقى لنا واحد ثلاثة ايام اربع ايام صافي كيخسر الا درناهم بحال هكا كيبقى لنا حتى لجوج ديال الاسابيع رائع. وكيبقى مزيان يعني بالتالي ما غاديش نضيعوهم وكذلك تيجي كما كتشوفوا هنايا مجموع مزيان حسنا تبقى دوك الميكات كاملين في الثلاجه كيجيو لنا شويه المنظر ديالهم ناقص وكما قلنا كيوسخوا من بعد عندنا هاد الشبكات اللي كيعجبوني بزاف هما منهم شبكات اللي هما جميلين غنوريكم شنو غادي ندير بهم هنايا كما شفتوا درنا خشينا فيهم السودانيه دونك غادي نديرو هنايا كذلك الفلفله كنعرفوا نقدروا نخليوها في الهواء الطلق ما كتبقى المده طويله غير كما قلنا الا خصناها تمسح مزيان ما نخليوهاش فازقه غادي نديرو معاها كذلك الحامض اللي كيمكننا حتى هو نخليوه في الهواء الطلق هنايا غادي ناخذ هاد الشبيكه هادي اللي غادي ندير فيها تيتو هادي نديرو فيها الثومه فكننساو بان هاد المواد ولا هاد الخضار اللي كتكون متواجده كتعطينا واحد المنظر اللي هو جميل للمطبخ بينما حنايا ديما كنخبعوها
وما كنوريوهاش، فنحطوها في المطبخ نزينوا بها، هي غادي تولي بحال الزينه ديال المطبخ، وكذلك غادي نستعملوها بواحد الطريقه اللي هي، ولا غادي نخبعوها بطريقه اللي هي ذكيه. دونك هذه غادي نحيدوها. دونك هنايا عندنا هادو، ومن بعد شنو وجدت لكم؟ وجدت هاد الخنيشات ديال الخيش اللي هما رائعين بالنسبه، يمكننا نديرو فيهم البطاطا، كنا نخبعو فيهم البصله، كنا نخبعو فيهم الثومه. علاش؟ لانهم مهويين، ما كيخسروش لهاد الخضر هادي، كنعرفوا بان هي اصلا كتصبر بزاف، بالتالي غادي نديروها كما قلنا بحال ان ليمون ديكوراتيف، ومنها ونحافظوا عليها، نحافظوا عليها. وغادي نوريكم كيفاش غادي نعلقوا هذا الشيء كله، غادي نعلقوه في واحد الحيط ديال الكوزينه اللي غادي يعطينا واحد المنظر اللي هو جميل. وكذلك غادي كما قلنا غادي نقتصدوا في المكان اللي غادي نحطوا فيه، لان كنعرفوا كما قلنا المطبخ ولا صغير بزاف، فغادي نوليو نطمعوا حتى في الحيوط باش نعلقوا فيهم. راه ولينا تنطمعوا في الحيوط النهارده ديجا في. دونك كما كتشوف ها هي ديال البصله، هنايا كيمكن لي نجرها نعقدها، ومني كنبغي نجبدها شنو كنولي ندير؟ غادي نولي نحلها غير من التحت، غير من التحت كنحل ونحل. بحال الشغل ديال البلاستيك اللي كنا درنا. اكزاكتومون، كنحل من التحت وكنجبد شنو القياس اللي خصني. غادي ندير نفس الشيء. كذلك ريحه الحار طلعت مزيان. نديروا نفس الشيء بالنسبه للبطاطا، غادي نشمعوها حتى هي هنا. كنا نديروا حتى البطاطا الكبيره. وسط. فوالا. ونجمعوها. نبداو نجبدوا البطاطا من التحت. نجبدوا البطاطا من التحت. رائع. كما قلت لكم هذا هما الخناشي ديال الخيش اللي ديال السكر، التوب ديالو. ما تيسوى والو هاد التوب. نهائيا، وكيكون عندنا شي مرات. شنو من هذا كيفاش عطاه زوين؟ كنسيبوه شي مرات. أنا غادي نوريكم دابا كيفاش غادي يمكننا نعلقوهم. دونك علق هذيك من الجهة الأخرى. علقها من الجهة الأخرى. ها؟ فوالا. غادي ناخذوا الفلفلة. ومع الحامض نديروهم هنايا في الوسط، وغادي يمكننا نديرو هنايا السودانية، وبالتالي كيجي المطبخ ديالنا جميل بأشياء اللي هي جد بسيطة. كما قلنا لكم كنحافظوا على الاماكن اللي غيمكننا نحطوا فيها هذه الخضر هذه. ما نساوش كذلك بان الخضره ملي تجي للدار وكتكون كثيره ما فيها باس نقطعوها طريفات، ونخليو بحال دابا الخنيشات ديال الصوبه ديال هذا اللي يمكننا نحطوهم داخل الكونجيلاتور، كيبقاو مزيانين. وكما قلنا السيدات كيوليو خدامين ما عندهمش الوقت بزاف باش غادي يمكن لهم يوجدوا كل مره هاد التقاطع وهاد الشيء، فهذه حتى هي كذلك طريقه باش يمكننا نحافظوا على الخضره ونجمعوها بطريقه اللي هي سهله. سلام عليك هدى، شكرا لك على نصائح ديال اليوم. نمشيو لحظه نختموا حلقه اليوم صباحيه دوزيام، هذه المره مع ضيفه ليلى شوي، فقره نجوم ونجوم كبيره تبع مراند. اذا ليلى شوي اليوم غادي تقدمي لنا، وحنا كنا سعداء، لون مغاير تماما في صباحيه اليوم فقره نجوم ونجوم. تفضلي. اكيد سميره، اليوم حاضره معنا كيف ما قلنا في البدايه البرنامج الفنانه الامازيغيه المتالقه الريسه كبيره تبع مرات. مرحبا بك معنا في صباحيه دزام. الله يبارك فيك. شكرا اختي ليلى، كنشكركم على هذه الاستضافه، وانا جد مسروره انني نكون ضمن ضيفات هذا البرنامج الرائع اللي هو بصيغه نون النسوه. شكرا. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. تبارك الله عليك. انت من ناحيه تيزنيت شيادما، ولكن جايه من مدينه اكادير ياك ولا لا؟ انا الاصل ديالي من شيادما، وغير تيزنيت هي كانت بدايه كبيره تبع مرانت. ودابا كتسكني في كنسكن في اكادير بالضبط انزكان. إذا أنت فنانة تميزتي بالأغنية الأمازيغية، جلتي مختلف مناطق المغرب، سهرات فنية، مهرجانات وطنية، نزلتي مجموعة ديال الألبومات، فحصلتي كذلك على شهادة البكالوريا وتبعتي دراستك الجامعة في ابن زهر بأكادير. إمتى بديتي في عالم الغناء؟ بديت سنة 2006 في واحد المسابقة بمدينة تيزنيت، وكانت هي التجربة الأولى. ما كانتش يعني التجربه اللي هي انا اصلا يعني كنت مرتبه لها، هي كانت بمحض الصدفه فقط، لان احنا في الدار كانت هضروا بزاف بالعربيه، وكان هذا واحد التحدي بيني وبين الوالده ديالي، انني لان كنت كندني واحد شويه تاع الاغاني ديال بعض الرواد الامازيغ القدام بحال ايسار، بحال عمر وهروش، مجموعه من رواد الاغنيه الامازيغيه التقليديه.
وكان واحد التحدي بيني وبين الوالده انني الا كنت كنعرف الامازيغيه خصني نشارك في هذاك البرنامج في هذاك المسابقه. فريمون شاركت في ديك المسابقه وحزت فيها على الجائزه الثالثه، ومن ثم بدات المسيره ديالي بمسابقه اخرى بمدينه اكادير، وهذه حزت فيها بالجائزه الاولى ضمن 170 مشارك. وتما كانت الانطلاقه لتسجيل الالبومات وتجربه اخرى عاود مع الاستوديو ومع المهرجانات. تبارك الله عليك ما شاء الله عرفتي تبارك الله عندها واحد القبول واحد الاشعاع صلاه على النبي عليك. غير قلتي ما لفيتش تتكلموا بالامازيغيه، ولكن كنتي تتفهمي ليها طبعا تتعرفي تهضري بها؟ قبلا ما كنتش كنفهمها لان ما تعلمت لها غير مؤخرا تقريبا من 2006 اللي تعلمت يعني دابست باش انني نفهم. كنت ديك الساعه غير كنكتب الاغاني وما كنعرفش شنو كنرددهم بالعربيه، كنكتبهم بالعربيه وكنرددهم فقط ما كنعرفش المعنى ديالهم. من بعد دخلت لمجموعه من الجمعيات اللي هي مهتمه بالثقافه الامازيغيه بمدينه انزكان، والحمد لله يعني اللي خلاني انني نتعلم الامازيغيه هو حبي لهذا الفن والثقافه الامازيغيه، لان تبارك الله راه المغرب غني بالثقافات المغربيه، وهذا الحمد لله اننا كنتواجدوا بواحد الوطن اللي هو ما شاء الله غني بالثقافات وبالتقاليد، لا في الزي ولا في الحلي ولا في مجموعه من مفتخرين بها. الحمد لله وهذا مفخره لنا. اكيد اكيد الحديث معك شيق، مازال غادي نتكلموا مازال غادي نتحدثوا، حنا بغينا نسمع منك شي حاجه كاهداء لكل المغاربه. مرحبا الا سمحتي كبيره تبع عمران. افيك بليزير. هذا واحد الموال من يعني الانتاج ديالي الاول، هذه اول تجربه لي كانت بالاستوديو، هو عباره عن اغنيه امازيغيه تتحدث عن الهويه الامازيغيه. ازولينو اي من تدوج ديغراين فوق دود امازيغين نغلان زغيدارغين اريس سوسو مبرد نغيبين دفرك يا نوري السني غرس قصاك ويا دي ملاك سنفو مزري مزيغ نولي كل يفتان يوين دقيسي دليس نماني سنطلبو العار نسني مروالي بدن فينا كوديك المال يصغو سيسورا لكم وماني سيكيدو صغار. شكرا لك ما شاء الله عليك. شحال من البوم نزلتي كبيره تبع من 2007 لان ما بديت تسجل حتى 2007، من 2007 لدابا عندي ثلاثه البومات غنائيه وواحد في سي دي صوت وصوره. تبارك الله عليك. كتكتبي الكلمات ديالك بوحدك ولا كاين؟ لا انا كنتعامل مع مجموعه من الشعراء وملحنين. انا كنكتب خواطر بالامازيغيه مي ماشي لذاك المستوى اللي خصني انا مثلا انني نغني ويكون في السوق، لذلك انا كنلجا لمجموعه من الاساتذه والشعراء. تبارك الله عليك. انت كذلك تراسي جمعيه اسقصي، ياك يا قلتها هي هذيك اسقصي للفن والابداع بانزكان، شنو الدور ديال هذه الجمعيه هذه اللي كتراسيها وشنو الغايه ديالها؟ على فكره باش نشرح غير هذا المفهوم ديال اسقصي هو السؤال. وضمن الاهداف ديال الجمعيه انها كتسول على الفنانه وكدير لهم دورات تكوينيه حول مثلا بطاقات الفنان كيفاش خصهم يحصلوا عليها، حول مثلا حمايه الملكيه دروا دي تور، مجموعه من التعاضديه، مجموعه من المسائل اللي كتهم الفنان بصفه عامه. وكنديروا فيها كذلك اعمال اجتماعيه اعمال فنيه، وكنديروا واحد المهرجان اللي هو سنوي سميتو مهرجان تيفوت للربا بفضي، كتكون فيه واحد المسابقه شبابيه كيشاركوا فيها مجموعه من الشباب، والحمد لله دابا راه وصلنا اننا كيجوا عندنا كيشاركوا معنا مجموعه من الفرق اللي على الصعيد الوطني، ما بقيناش غير محصورين في الفرق المحليه. وهذا الحمد لله كنعاود واحد الخطوه مزيانه. شنو الغايه من انك تتبحثوا من هذه المجموعات الغنائيه الشبابيه؟ شنو الغايه من ديال كبيره مع مرات من هذه المجموعات هذه؟ شنو بغيت ليش بغيتي توصلي؟ الغايه ديال الجمعيه هي بصفه عامه لان انا عضوه من اعضاء الجمعيه. الغايه من هذه المسابقه هو استمرار الاغنيه الامازيغيه وتشجيع بعض الشباب، لان كاينين شباب تبارك الله مواهب وخصهم يعني غير اللي اكتشفهم، وهذا هو الهدف ديال الجمعيه ديالنا من هذه المسابقه. شنو المواعيد المقبله ديال كبيره تبع عمران؟ فين غادي نشوفوك؟ فين غنتلاقاوك؟ فين عندي مجموعه ان شاء الله من الاعمال. اولها هو واحد الالبوم غنائي، واحد ستيل ديفيرون يعني مزيج ما بين التقليدي والعصري، وكذلك مجموعه من الحفلات والسهرات ان شاء الله غادي توصلوا بها قريب.
ان شاء الله بحول الله. سبحان الله المستوى الجامعي شحال تيبان على الفنان والفنانه ما شاء الله عليك. ربي يخليك الله يبارك لك. المزيد من التالق والنجاح ان شاء الله حياتك ليك لاله الكبيره. وشكرا شي موال هذه المره على دبلخنا كلشي قاعد دبلخنا دابا غني لينا شي حاجه. مرحبا. غير نسمعوا شي حاجه امازيغيه اهداء لكل المتتبعين ديالنا في جنوب المغرب وفي سوس منطقه سوس. تحيه لهم، تحيه كذلك للشاف خديجه اللي نورتنا هذا الصباح هذا بالحضور ديالها. شكرا لك بزاف. مدينة لكم. كيجاوك الفقرات ديال الحلقه اليوم؟ ما عندي ما نقول، وانا تنقول انا مدينة لكم. العفو لله حاشا. العفو لله. الله ودي العفو لله. شكرا لك على تلبيه الدعوه الصباحيه الدوزيام. غدا غنتلاقاو معكم مشاهدينا وغادي نتكلموا كيف ما وعدتكم قبيله مع غيزة المكوار، غنتكلموا على حبوب اللقاح او لو بولين منافع ديالو غذائيه. شاف هادي محضر لنا دي كرواسون معمرين بالبقوله. نعم غادي تذوقوهم لذاذ بزاف. الكل والمزيد. صباحيه الدوزيام، نهاركم مبروك. لاله الكبيره تفضلي. مرحبا. هاد الاغنيه غادي كنهديها للطاقم ديال صباحيات دوزيم، وكنهديها للوالدة ديالي وكل الجمهور اللي متتبع الكبيرة طبع عمران والناس اللي ساندوني من البداية لحد الآن. بسم الله رانك رزا مودي حلناي ريغانك رز الخير اغنو فن مقروسين لحور ما حنتي زويتا ويدا سفري إرا وغراسي فول كين يدار الخير انا يا تيموري قلكم فلاتوني نقاب دي فدارنا الهوات ملكا غي. شكرا. ربي يخليك. بارك الله فيك. على الصد ديالها ما نزيدش شي صباح هذا. بارك الله فيك. لا اصلا